مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم الجميع إلى قناة تعلم هندي بالعربي. اليوم راح نتابع سلسلة كتابة أفراد العائلة باللغة الهندية. راح نتابع من الفيديو السابق. الفيديو السابق تكلمنا عن الأب والجد والجدة من ناحية الأب. هلأ راح نتابع الأم، بعدين الجد والجدة من ناحية الأم. فإذن الأم، يعني إذا بتلاحظوا بالأفلام الهندية كثير بتسمعوا ما أو ماتا، هذا معناها الأم. فإذن قريبة على العربي كمان ماما، فإذن هويني تذكرها. فإذن بقولوا ماتا أو ما، حتى في بيختصروها مرات ما. فإذن ما هي الأم، أو تكون كاملة بقولوا ماتا. فإذن بنبلش بحرف الماء. شايفين أول شيء هون عنا حرف الماء زي ما شفنا بالأحرف هون. فإذن هذا حرف ماء زي بالفيديوهات السابقة محمد، هي حرف الماء شفناها أو للمراجعة. فإذا عندك حرف الماء، نرجع نعيد بسرعة، كنا نقول عنها هاي بتشبهها بحرف الماء العربي بس مقلوبة شوية تشبيه. فإذا ماء هاي لحالها ماء، بس نحن بدنا ماء. فإذا في عنا ألف، فهي ألف زي بالعربي ألف يعني ماء، صارت ممدودة. طيب هاي وهاي صارت ماء. هلا وراها حرف اللي وراها تاء، هاي التاء. هذا الحرف هون شو زي الاتش بلفوها، فهذا حرف التاء لحاله. زي ما شفنا هون حطينا ألف، شو صارت؟ تحو آ، صارت تحو آ يعني تاء. فإذا عندك صاروا مع بعض تاء، فبنجمعهن مع بعض صارت ماتا. مرات بيقولوا ماتا جي يعني الغالية، زي ما شفنا بالفيديو السابق عن الأب. ماشي الحال؟ فإذا هاي بالنسبة للأم سهلة. هلا ستك أو جدك، فبنبلش بالجد. الجد أبو الأم من ناحية الأم. فهون بالهندي مش زي بالعربي الكل بتقول له جدك وستك. فمن ناحية الأم إلها تسمية تانية اللي هي بقولوا نانا. شو بقولوا عن الجد؟ بقولوا له نانا. شو نانا؟ نانا جي. فإذا أول حرف بتذكرك بحرف النا. إذا دورت هون بتشوفها حرف النا. فإذا عندك نا، بنكتبها باللغة هاي زي الاتش بس السن صغير وأعلى بتكون. فإذا هذا حرف النا كويس، بس إحنا بدناش بس نا، بدنا نا. فإذا هون عندنا حرف نا، بتحط لها الألف، صارت هاي مع هاي صارت نا، وكمان نا زيها فصارت نانا. كويس، فهاي مع هاي كمان صارت شو نا نا. هذا جدا كويس. هلا نفس الشيء الجدة، الجدة وجد اللي زي الجد بس بكسروها. شو بكسروها بالآخر، بدل نانا تصير ناني. شو ناني كويس. إذن بالآخر بدهن يكسروها. إذن نطلع عليها هون، صار نشتغل هون الجدة. إذن حرف النا
زي ما شفنا هون نا نفس الشيء نوصلهم وكمان نا زي بالعربي بقى. تخطر على بالك تحط لها نقطة بس تبين زي كأنها نا بس مقلوبة، هذا قاربها على العربي شو. فإذا نا ونا بس المرة هاي ما راح نحط ألف ألف، لو حطينا ألف شو بصير؟ نانا زي جد، أنا شو صار؟ زي جد، بس إحنا بدنا نا ني. أكيد للي حضروا الفيديوهات السابقة صاروا يعرفوا كيف القواعد هاي. فإذا تصير إي نحط لها لفة هيك زي البطة من فوق من الألف لعند الألف خط العمودي للحرف اللي قبله، فهي بطلت نا صارت ني، وهي نا. إذا عندنا صار نا ني، إذا الجدة نكتبها هون صارت نا ني. وهذا درسنا لليوم، وشكرا للمشاهدة والرجاء الاشتراك، ونراكم والسلام.